السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. أربيل والسليمانية اجتماع ثان يعزز معطيات الالتئام واتفاق حول عدد من نقاط الخلاف. الشرق السوري تعزيزات عسكرية وتحرشات جوية ترفع من احتمالات نذر الصدام. حياكم الله مشاهدي الأحبة. إذا ما تحدثنا عن إقليم كردستان فإن السليمانية كانت على موعد التئام الحزبين الكرديين بعد انعزال دام أكثر من عام، تقارب يعول عليه في تفكيك محاور الخلاف اللي يمكن حصرها بخمسة نقاط، الأبرز فيها ملف انتخابات برلمان كردستان، المجالس المحلية في المناطق المتنازع عليها، فضلا عن ما هو مشترك بين أربيل والسليمانية أي الإدارة المشتركة بمعناها الحقيقي. مساعي ردم الهوة كما يمكن قراءتها أنها تأتي في ظروف اشتدت فيها مؤشرات الأزمة الاقتصادية داخل الإقليم، وأيضا يمكن اعتبارها بالون اختبار لنوايا إعادة الثقة لبقية الملفات. في ملفنا الثاني من حصاد هذه الليلة، بعد استعداد دمشق لقطف مكتسبات الصمود، تحاول الإدارة الأمريكية فرض واقع جديد يعثر خطوات الاستقرار وجهود التسوية السياسية للأزمة السورية، بما يعيد الفوضى للنقاط القديمة من خلال الدفع باتجاه تأزيم الأوضاع في الشمال الشرقي من خلال بث الروح بين خطوط الصدام وتعزيز أسس الصراع وتدعيم قواعد الجبهات العسكرية. مشهد يحمل نذر تصعيد ومواجهة مفتوحة تتجاوز مؤثرات ضفاف الفرات ويصل حد الأقطاب العالمية المتداخلة مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، أو بالأحرى هذه المنطقة الجيوستراتيجية والتي يمكن تشبيهها ببؤرة النار المرشحة للانفجار. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم، ويضيف لنا متخصصين بهذين الملفين، فتتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ارحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الاستاذ مهدي عبد الكريم عضو الاتحاد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ضيفا كريما حياك الله استاذ مهدي، وكذلك ينضم معي ضيفا كريما عبر سكايب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني استاذ احمد الهركي من السليمانيه. اهلا بك استاذ احمد. ابدا مع حضرتك استاذ مهدي، اجتماع السليمانيه يعد الثاني بعد اجتماع اربيل، لكن هل كانت مخرجات بحجم الأزمة السياسية اللي تعصف بالإقليم، أم أنها لا تزال في طور تيسير الحوار تمهيدا لجولة من بعض المقررات والخروج بحلول؟ بداية تحياتي لجنابك وقناتك ومشاهديك الكرام المحترمين وإلى أخي وحبيبي أستاذ أحمد العزيز الغالي. بدأ دعني أولا أعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد سيد الشهداء أبا الأحرار أبا عبد الله الحسين. إن شاء الله تكون ذكرى يعني تمر على سياسينا أن يتداركوا وضع البلد وتحدياته، وأن يكون ذكرى خير على هذا البلد المظلوم، إضافة إلى أنه تأتي بمصادفة مع ذكرى أليمة أيضا بفاجعة أولا البرزانيين 8000 برزاني الأنفال. إن شاء الله هذه من نترحم لشهدائنا وإن يكون مكانهم الجنة بإذن الله تعالى. حضرتك تعرف أنه خلال اليومين أو ثلاثة أيام الماضية كانت هناك حوارات جادة حقيقة بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، وتم من وكانت حقيقة اجتماعات مهمة جدا باعتبار هناك التحديات الكبيرة اللي تواجه
اولا اقليم كردستان ان كانت اقتصاديه وسياسيه ومثل ما ذكرت جنابك تعصب بالمنطقه برمتها، لهذا السبب كان من الاولى والواجب ان يكون هذه الاجتماعات والحوارات من اجل التوصل الى حلول ترضي جميع الاطراف الموجوده في اقليم كردستان، وبما علم الجميع انه هناك تحديات او هناك استحقاق بالنسبه للانتخابات، بالنسبه للمشاكل الموجوده بين الاقليم والمركز والموازنه والصرفيات اللي موجوده والرواتب، اضافه كلها لمشاكل، والحمد لله تم التوصل الى شبه اتفاق نهائي بين الطرفين على اولا عده نقاط مثل ذكرتها جنابك، واولا الحفاظ على كيان اقليم كردستان من كل الجوانب، اضافه الى ان يكون هناك توحيد لقوات البيشمركة، إضافة إلى مسألة الرواتب، إضافة إلى قانون الانتخابات والانتخابات والتهيئ لها، وإضافة إلى المشاكل الموجودة بين الإقليم أو إضافة الآليات، وضع آليات عمل حل هذه المشاكل وإدارة مشتركة أن تكون في إقليم كردستان، وهذا ما تم الاتفاق عليه الحمد لله. وأعتقد هذه المرة ستكون اللبنة الأولى أو اللبنة الأساسية لحل كثير من المشاكل الموجودة أيضا بين الحزبين، التي ستكون أيضا مساعدة للانتخابات القادمة أو البنى التحتية لهذه الانتخابات، وهي أن تكون هناك قائمة موحدة لدى الأحزاب الكردية في المناطق المختلف عليها، إن كان في كركوك خاصة وديالة وسهل نينوى، مما يساعد الكرد بشكل عام على أن يكون أولا تصدرهم القوائم في هذه المكانات خاصة في كركوك، وإعادة المحافظة إلى المحافظ أن يكون من الكرد، وهذا ما نطمح عليه حقيقة، إضافة إلى أن يكون توحيد الرؤى مع المركز بالمباحثات والمفاوضات القادمة. طيب أستاذ أحمد الباشا حياك الله مجددا، ويتحدث الأستاذ مهدي عبد الكريم عن هذا التقارب، ولكن تعرف حضرتك يعني واحدة من نقاط الاجتماع اللي بحثت بين الحزبين الكرديين هي الانتخابات المحلية في المناطق المتنازع عليها، ومن شبه المؤكد أن الاتفاق جرى على الدخول بقائمة واحدة في هذه المناطق خاصة عين القلادة كركوك. تصويب النظر صوب منصب محافظ كركوك، هل كان السبب في تحفيز هذا الالتئام الكردي الكردي قبيل الاستحقاق الانتخابي؟ طبعا بلا شك يتعذر عن أي من الحزبين الحصول على المنصب بجهود منفردة، وذات الأمر ستفعله أحزاب المعارضة الكردية. في البداية تحية لحضرتك أستاذ أحمد والضيف الكريم أستاذ مهدي ومشاهدي قناة الأيام الكرام. يعني لنكون واقعيين، يعني هناك فرق بين ما يتمناه المرء والواقع، ولكن الاجتماع الذي حدث الاجتماع الأخير بين الاتحاد والديمقراطي، يعني هناك خمس نقاط مهمة، يعني النقطتين ربما حتى قبل قليل كان هناك لقاء للسيد، كان بيان بعد لقاء السيد باف الجلال طلباني بالقنصل الأرميني أرشاك مانوكيان في أقليم كردستان، التقى به اليوم السيد بافل، أكد على نقطتين مهمتين، التحضيرات إلى الانتخابات هنا يخص انتخابات أقليم كردستان، وأيضا تحدث السيد بافل الطلباني بأن الإجماع الوطني في كردستان هناك لن يكون هناك تباعد كثير، لدينا نقاط التقاء مع الديمقراطي، في نفس الوقت هناك متباعدة. جزئية الانتخابات في كركوك لا تزال الحديث يعني مبكر، ولكن حضرتك كما تعرف المفوضية قامت بتمديد فترة تأجيل التحالفات السياسية، ربما هناك حتى داخل البيوتات الأخرى داخل البيت السني البيت الشيعي أيضا هناك ربما معالم بتحالفات، أو هناك عدم الاتفاق على الصيغ النهائية للتحالفات السياسية، لذلك حينها ستكون واضحة. أنا على المستوى الشخصي وكل مواطن كردستاني يتمنى أن يكون هناك قائمة واحدة للكرد في كركوك، يعني لخصوصية محافظة كركوك، وهذا متفق عليه وموقف معلن من قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن حضرتك تعرف في السياسة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار جميع الاحتمالات، وإن لم يكن هناك قائمة موحدة أنت تضطر أن تقوم بتحالف مع أحزاب أخرى، وهناك العديد من الأحزاب متفقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني في جزئية الانتخابات في كركوك، لذلك الاجتماع بحد ذاته يعتبر مؤشر جيد. هناك يعني احدى النقاط التاكيد على دعم حكومه الاقليم، هذا ايضا نقطه مهمه، يعني لان الحوارات الوطنيه هنا على المستوى الوطني العراقي يتطلب ان يكون هناك تقارب في وجهات النظر بين الاحزاب
سياسه الاتحاد والديمقراطي. لذلك هناك خارطه طريق مستقبليه من المبكر الحديث ماذا سيكون النتائج هذا الاجتماع، مع العلم انه كان اجتماع ايجابي، ولكن لا زال الحديث مبكر ان نتحدث انه تم انهاء كل الاشكاليات الموجوده بيننا وبين الديمقراطي، المواضيع الخلافيه سواء المتعلقه بداخل اقليم كردستان وحتى على المستوى الوطني العراقي فيما يخص الحوارات مع الاخوه في بغداد. طيب ما لما يتطرق لموضوع اعاده تنظيم البيشمركة، يعني هذا الموضوع يشير لنا بالتاكيد بان الخلافات السياسيه انسحبت نحو هذه المؤسسه الامنيه ايضا. من الناحيه العمليه شنو امكانيه توحيد البيشمركة خاصه مع مؤشرات مغادرة الحلفاء الدوليين، عدم دعم كردستان وتطبيق سيناريو أفغانستان، وهذا طبعا وفق تصريح الأمين العام للبيشمركة سيد جبار الياور لوسائل إعلام أمريكية. حضرتك تعرف أنه واحدة من الأساسيات اللي تجعل أو تحفز أن تكون هناك توحيد في خاصة في قوات البيشمركة في إقليم كردستان هي المساعدات والدعم والمنح التي تتقبلها أو تتواصل لها من قبل قوات التحالف. هذا ما يجعل أنه أولا الكل يعرف أيضا يعني المركز أو المساعدات أو الأسلحة أو كلها فقط من الاتحاد، هذا التحالف الدولي. هذا سوف يكون من أول أو من أقوى المحفزات التي تجمع. حضرتك أيضا تعرف أنه قوات البيشمركة متوزعة على السليمانية أيضا وأربيل، فهناك حكومة هي حكومة تقليم كردستان وعلى عاتقها أيضا حماية تقليم كردستان. إذن هناك خطوات خاصة في هذه المرحلة، وكانت أكثر من مرة تم طلب هذا الأمر من قبل الديمقراط الكردستاني الأخوة في الاتحاد من أجل لملم الشمل أو أن يكون هناك نقول قوة مشتركة واحدة ويأتمرون بأمر واحدة وعملهم يكون واحد. ولهذا السبب أعتقد هذا الاجتماع أيضا نوه على هذا الأمر، وأنا أيضا نوهت على أن هذا الاجتماع هي نواة الأولى من أجل وضع آليات عمل مستقبلية وحل مشاكل الموجودة مستقبلا إن شاء الله، حتى بالنسبة للانتخابات. وأن كانت هناك لن تكون هناك قائمة واحدة، بعد الانتخابات سيكون هناك يجب أن يكون تحالف كردستاني من أجل كسب المقاعد الأعلى حتى يكون ما يبغى عليه الكرد خاصة في المناطق المختلفة عليها. هذا ما نوه عليه. أما تبقى المشاكل حقيقة هي تبقى، ولكن هناك نية صادقة حسب هذا الاجتماع اللي مرينا به، يعني خلال يومين ماضين كانت هناك نية صادقة لدى الطرفين من أجل وضع آليات حل هذه المشاكل، خاصة أيضا للبيشمركة. هذا هم أنا بدأ الأطراف جميعا يعون هذه المرحلة هذه، وأهمية دعم هذه القوات من التحالف من حتى من المركز. لهذا السبب أعتقد هاي خطوات أولى من أجل لملمة الشمل الموجود في جميع القوات الموجودة في إقليم كردستان. الأربيل والسليماني سيد الهركي اتجاهان مختلفان سابقا، ولكن اليوم لاحظ أكو مساعي للتقارب، بلورة الموقف الكردي الرئيسي في بودقة واحدة، شلون راح يساهم في حلحلة إشكالات التعامل مع المركز أولا، وثانيا رفع الحرج عن المركز؟ نعم استاذ احمد، وهذا كان واضح يعني خلال يعني هناك احد الوفود كان سيزور بغداد، يعني السيد السوداني ارتى ان يكون هناك تاخر في الوفد حتى يكون يعني هناك وفد يمثل كل القوى السياسيه الكرديه. لذلك التوحيد المواقف والرؤى في البيت الكردي الان هو مطلب عراقي ايضا، يعني الاخوه في بغداد ايضا يطلبون بنفس الجزئيه، لان هناك مرحله مستقبليه حاسمه مهمه في تاريخ العراق، هناك قوانين مهمه اذا تم اقرارها مثل قانون النفط والغاز. وقبل قليل كان هناك كلمه للسيد محمد الشياع السوداني اكد انه سيكون هناك فريق سياسي وفريق فني لصياغه جيده لقانون النفط والغاز، لان هذه القوانين ستؤسس لدوله عراقيه قويه وستحل الاشكاليات السابقه وتؤسس استراتيجيات سياسيه واقتصاديه. لذلك مطلب التقارب بين البيت الكردي بقدر ما هو ربما يعني بالفعل سيخدم القوى السياسيه الكرديه على المستوى الوطني العراقي. ايضا هناك محاوله للبحث عن تطابق الرؤى الذي تحدث عنه السيد السوداني. ضرورات المرحله كردستانيا داخل كردستان وايضا على المستوى الوطني العراقي يتطلب يعني هذا التقارب سيخدم هذه الجزئيه، والسيد محمد الشياع السوداني اكد على ذلك اكثر من مره، وفي كلمتي قبل قليل يعني اطلعت على قسم منها اكد بضروره ان يكون الحوار السياسي الجانب الاقتصادي والفني حتى نصل الى قوانين مهمه تساهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي للدوله العراقيه. طيب
صحيح أن الثقل في الإقليم أستاذ مهدي، هذا الثقل البارتي واليكتي لهم الجزء الأكبر في هذا الثقل، ولكن هنالك أحزاب أخرى، هذه الأحزاب وسمت نفسها بالمعارضة وما يمكن شطب وجودها وتأثيرها. إذا ما توصل الحزبان الرئيسان للاتفاق، هل راح يتحركون نحو طاولة مفاوضات أخرى تجمعهم بأحزاب المعارضة الكردية، خاصة مع قرب انتخابات برلمان إقليم كردستان؟ حضرتك تعرف أنه في جميع الدول والأماكن حين فترة الانتخابات تكون هناك كثير من التحركات لجميع الأحزاب الموجودة، أيضا في إقليم كردستان. هذه التحركات هي فشيء مش يعني شيء طبيعي جدا، باعتبار انه لكل حزب او لكل كتله ترغب ان يكون لديها متحالفين معها من اجل الفوز بمقاعد اكثر، لكثره جماهيره، للمشاركه قويه في الانتخابات والحصول على اكثر من المقاعد. هذا ما موجود الان حقيقه. نحن والاخوه في الاتحاد الوطني باعتبار حزبين هم اللي بيدهم اداره اقليم كردستان، وحزبين لهم تاريخ، لهم عمل كبير لعشرات السنين ومشتركات كثيره، يعتبرون من الاحزاب الرئيسيه اللي متواجده في اقليم كردستان، وكل حزب ايضا لديه احزاب قريبه الى مشاريعهم الى برامجهم في الانتخابات. لهذا السبب اعتقد هناك احزاب معارضه هي التي رغبت ان تكون هي معارضه منذ البدء، مثل الجيل الجديد هي اللي اعلنت انه لن تشترك حتى في تشكيل الحكومه، وهذا الشيء طبيعي يعني وحقها انه تكون لديها معارضه وان تكون هي معارضه منذ البدء، ولكن بعض بقيه الاحزاب ترغب ان تكون مشاركه في العمليه السياسيه في الانتخابات، في المشاركه في الحكومه، وهذا ايضا حق طبيعي لجميع هذه الاحزاب. وفي الانتخابات القادمه هناك سوف تكون اولا تحالفات جديده، ممكن ستبين مدى قوه كل حزب موجود في هذه الانتخابات، ومدى قوه جماهيره، ومدى قوه شعبيته، ومدى كثره المقاعد اللي حصل عليها من قبل هؤلاء الجماهير. لهذا السبب حتى المعارضه موجوده وحقها ولديها الحق في العمل ان تكون معارضه وان تشارك، والابواب مفتوحه لجميع الاحزاب الموجودين. طيب هنا ايضا عندنا قضيه مهمه جدا، يعني لما تكون الابواب مفتوحه لجميع الاحزاب المعارضه في هذه الحاله السياسيه، شنو دور المحركات الخارجيه في احداث خطوات التقارب اللي تحدثت عنها حضرتك السيد الهركي والاستاذ مهدي عبد الكريم، خاصه وان السفاره الامريكيه رحبت بعبارات كبيره عوده مسار التفاوض بين الحزبين الكرديين الرئيسيين؟ يعني أستاذ أحمد، حضرتك تعرف الولايات المتحدة والقوى الأقليمية الموجودة في المنطقة كل من يبحث عن مصالح، لذلك يعني أتحدث معك بصراحة، الوساطات الخارجية موجودة مثلا أو محاولة تقريبا في السياسة الكردية، حتى أكون صادق مع حضرتك أنه حتى الاقتتال الداخلي في أقليم كردستان انتهى بعد اتفاقية واشنطن عام 98، يعني هذا يعني من المسلمات. وايضا في فتره الانسداد السياسي وايضا في الازمه الاخيره في العلاقات ظهرت الوساطات العراقيه، اطراف داخل تحالف اداره الدوله. السيد السوداني اثناء زيارته في اذار الماضي الى اربيل والسليمانيه وحلب جاء اكد على تقارب وجهات النظر، قال هو ضروره كردستانيه وعراقيه ايضا على المستوى الوطن العراقي، تحدثنا عن بيئه مناسبه لصياغه قرارات مهمه. لذلك جزئيه الوساطات او مثلا ابداء المواقف السياسيه هذا من الطبيعي جدا، ولا استطيع ان اخفي على حضرتك انه الخلافات داخل البيت الكردي احيانا، وهذه نقطه سلبيه، نحن نتمنى ان يكون هناك خلافات تحل بصوره مباشره، ولكن الوساطات تحذر سواء كانت وساطات عراقيه واقليميه وحتى دوليه من قوى مثل الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول الاخرى في اوروبا مثلا. استاذ احمد، يعني ايضا نقطه اثارها استاذ مهدي اسالك عنها، يعني الملفات السياسيه اللي يجري النقاش حولها اكو محاوله تفكيك نقاط تصلبها، هل هذه النقاط يعني هل هي بالون اختبار للذهاب نحو الملفات الاكثر اهميه؟ نتحدث عن الاداره الماليه، نتحدث عن تنظيم البيشمركه، هل هو جس نبض لهذه الثقه خصوصا في ملف البيشمركه اللي تحدث عنه الاستاذ مهدي عبد الكريم؟ نعم، الاجتماع الاخير والتفاهمات او البيان، يعني حضرتك اذا تنظر الى الاجتماع الاخير ومقارنته بالاجتماعين السابقين، الاجتماع السابق لم يكن هناك بيان، يعني من عاده اي اجتماع سياسي يكون هناك بيان بعد الاجتماع،
الاجتماع، يعني نتيجة أنه عدم التوصل إلى شيء لم يكن هناك بيان للاجتماعين السابقين ما قبل الاجتماع الأخير. أما الاجتماع الأخير كان هناك هذه النقاط، وهذه النقاط ممكن يعني يتم الاتفاق عليها والتأسيس بشيء أفضل تسليم، وأن يكون هناك دعم من الأحزاب السياسية خاصة من الاتحاد الديمقراطي، وهذه تم ذكرها في البيان، وهذا سيكون لها دور يعني مثلا في أمور عديدة تخص عمل الحكومي في أقليم كردستان، وأيضا في الحوارات مع بغداد في الملفات التي تتعلق بقوت الشعب الكردي أو رواتب الموظفين وأمور أخرى. لذلك نعم هناك مساحة الاختلاف كبيرة، ولكن الاجتماع ممكن أن يشكل أساس أو نواة لتفاهمات مستقبلية أكثر تعمقا، ولكن الحديث أنه كل الأزمات والمشكلات تم انتهائها بعد هذا الاجتماع، أنا أعتقد هذا يعني نسبة كبيرة من التفاؤل، مع أننا نتمنى أن يكون هذا الاجتماع بالفعل الأساس والنواة لتفاهمات مستقبلية بين الحزبين الرئيسيين سواء في أقليم كردستان أو على المستوى الوطني العراقي. طيب أستاذ مهدي، يعني سألت الأستاذ الهركي عن الإدارة المالية تحديدا، وهنا ذات السؤال، هل تضمن الاجتماع الاتفاق حول الواردات الداخلية كالمنافذ الحدودية الضرائب غيرها، وشنو دور يعني هذه الاتفاقات فيما تعكسه بين المركز والإقليم؟ قرار الموازنة ومن ضمنها تسليم واردات النفطية وغير النفطية المتواجدة في إقليم كردستان لحكومة المركز، وهي التي ستكون مسؤولة على هذه الأمور، ويتم توزيع أو تسليم موازنة إقليم كردستان بالكامل. لهذا السبب يعني هناك واجب الآن أصبح باعتبار التزامات من قبل الإقليم ومن قبل المركز، من ضمن هذه الالتزامات أن تكون تسليم واردات الغير نفطية من جمارك المنافذ، كل هذه الأمور يجب أن تسلم، وأعتقد أنها خطوات جدية لدى الطرفين إن كان الديمقراطي وإن كان الاتحاد الوطني، من خاصة بهذا الأمر أن يكون هناك باعتبار هناك قرار لحكومة إقليم كردستان وتم توقيعها اتفاقية مع حكومة المركز على تسليم هذه الواردات إلى حكومة المركز. لهذا السبب ليس من صالح لا إقليم كردستان وحتى ليس من صالح المركز أو لدى الأحزاب الموجودة حتى في إقليم كردستان أن يكون هناك خلاف لهذه الاتفاقات. وأعتقد خلال المرحلة القادمة اليوم أو غدا سوف يكون يتم إرسال أو حصة إقليم كردستان من الموازنة إلى الإقليم، ويوميا الآن بدأت 50,000 برميل هذا اللي تعزوها أستاذ مهدي، يعني تسلم إلى الإقليم. هل هي لهذه الاتفاقات لو عدنا أنه أكو هدف سياسي بل انتخابي بمعنى أدق، أكو حكم مجالس محافظات راح تصير انتخابات، لا وأيضا انتخاب برلمان إقليم كردستان، يعني إذا المصلحة الانتخابية هي التي كانت حاكمة؟ لا ما يعني شوف، هاي واحدة من الأمور اللي نعتبرها تستخدم في كل مناطق العالم أنه ورقة انتخابية، ولكن هاي ليس لها دخل في الانتخابات باعتبارها هاي اتفاقات بين الإقليم والمركز. هذه اتفاقات مفصلية باعتبار تخص أولا الحياة الاقتصادية اللي موجودة في إقليم كردستان، رواتب الموظفين، معيشة الناس. لهذا السبب هذه الورقة لدى حكومة الإقليم ليس للأحزاب. لهذا السبب يجب على إقليم كردستان، وهو التزام أخلاقي، على الإيفاء بجميع الالتزامات التي أعطتها للمركز، وأيضا بالمقابل على المركز أيضا أن يلتزم بجميع الحقوق والالتزامات أو العهود التي أعطاها لإقليم كردستان وإرسال جميع مستحقات إقليم كردستان. يعني إذا كان التزام أخلاقي سيد هركي، يعني هل راح يستمر هذا الاتفاق لو أنه هذه المشاكل السياسية بين الحين والآخر راح نشوف أنه تصعد إلى السطح؟ أستاذ أحمد، أنا أشرت لحضرتك في الجزئية السابقة، هناك الكثير من الملفات يعني لا نستطيع أن نختزلها أو إمكانية إيجاد الحل لها في اجتماع واحد، ولكن أنا قلت لحضرتك يعني التفاؤل موجود وإن كان تفاؤل الحذر، ولكن الاجتماع بحد ذاته ممكن أن يؤسس لنواة. أما اختزال حل كل الإشكاليات بين الاتحاد والديمقراطي في اجتماع واحد أنا أراها غير يعني هذا الطرح غير منطقي، ولكن نتمنى أن ينعكس ذلك، لأن لدينا تجارب سابقة في الأشهر الأخيرة، يعني يكون هناك تفاهمات واجتماعات ثم تكون هناك نتائج عكسية. ما لنوصف الحدث السياسي كما هو، هناك اجتماع تم التوصل إلى العديد من النقاط، جزئية الانتخابات تم الاتفاق عليها، واليوم قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني أكدت على الالتزام بالمواعيد المختارة للانتخابات، التفاهم، دعم حكومة الأقليم، التوصل
إلى ضرورة أن يكون هناك إجماع وطني في حوارات مع بغداد. هذه بعض النقاط الاشتراك. أما التنافس السياسي أستاذ أحمد فموجود، يعني من الطبيعي جدا نحن والديمقراطي مشتركون في إدارة أقليم كردستان ولدينا الكثير من النقاط المشتركة، ولكن التنافس السياسي هذا شيء مشروع، يعني لدينا انتخابات وعلينا أن نؤسس لثقافة أن التنافس السياسي لا يعني إلغاء الآخر، علينا أن نتقبل الآخر ويكون هناك التنافس السياسي والملعب وصوت الناخب هو الفيصل في مثلا من هو الطرف السياسي الذي سيحصل على ثقة الأطراف على ثقة ناخبي أقليم كردستان. طيب. لذلك هنا الجزئيات، أما موضوع اختزال كل الأزمات باجتماع واحد أنا أعتقد يعني هذا صعب جدا، ولكن نتمنى أن نتحدث عن الصوت الانتخابي. عندنا وجود إشكالات في السجل الانتخابي أصلا في أقليم كردستان، وهذا الموضوع تعتقد أنه راح يوفر، أقصد موضوع الحوار راح يوفر بيئة أكثر ملائمة لإقامة انتخابات برلمان كردستان؟ يعني هناك مجموعة من النقاط تم الاتفاق عليها يعني قبل قرار المحكمة الاتحادية بحل برلمان أقليم كردستان وحل كل ما هو يعني كل اتفاقات وقوانين بعد 26/2/2022. هناك الدعوة وهو شبه متفق عليه، وهو الذي سيكون الأفضل أن يتم احتمال سجل أو اعتمد في انتخابات برلمان العراقي في تشرين أول 2021. يعني هذا أعتقد هذا هو سجل الناخبين يعني الأفضل والأكثر شفافية. أتفق مع حضرتك البيانات بغداد أكثر وأفضل شفافية من ما هو موجود في أقليم كردستان، وهذا ليس رأي الاتحاد الوطني الكردستاني فقط بل جميع الأحزاب السياسية والقوى الكردستانية تعرف هذه الجزئية فيما يتعلق بسجل الناخبين. أشكرك شكرا جزيلا سيد أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حدثتنا عبر سكايب من السليمانية، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضيفا كريما في الاستوديو. نتواصل وإياكم بعد الفاصل، نتابع مشاهدي الأحبة. اهلا بكم مجددا، ورحب بضيفي الكريم في الاستوديو الاستاذ مخلد حازم الخبير الامني. اهلا ومرحبا بك استاذ مخلد. اسال حضرتك عن المؤشر اللي سجل بان هنالك تحركات امريكيه متناميه في الشمال الشرقي لسوريا من ناحيه الجو ومن ناحيه البر، ماذا في جعبه الاداره الامريكيه في هذه المساحه اللي تعد نقطه النار المحليه والاقليميه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لمشاهدين قناة الأيام. حقيقة هذه الملاحظة رصدناها منذ حوالي 3 أشهر أن القوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تحاول التموضع في المثلث العراقي السوري الأردني، وخصوصا تريد أن تسيطر على منفذ التنف، هذا المنفذ الذي تعتبره الولايات المتحدة الرئة إلى كل من لبنان وسوريا، لأنه هنالك حسب تصورها أنها المنفذ البري الذي يتم من خلاله عبور الشاحنات إلى سواحل البحر المتوسط، فهي تريد أن تسيطر على هذه المنطقة لمنع هذه الإمدادات التي تذهب إلى سوريا وإلى لبنان، وهي حسب ما تصرح أنها قادمة من إيران عبر الأراضي العراقية. لذلك هي سعت إلى بناء قاعدة عسكرية تبعد حوالي 120 كيلو باتجاه منطقة البوكمال، في باتجاه منطقة البوكمال التابعة إلى دير الزور، وبذلك هي تريد أن تفرض سطوتها وسيطرتها على هذه المنطقة. وللمعلومات أن القوات الأمريكية تتواجد في أكثر من 5 إلى 6 مناطق هي غير معلنة في هذه الأراضي، مثل مطار إرميلان،
هذه البقعة التي تحتوي على آبار النفط، وكذلك تتواجد في قاعدة عين العرب كوباني، هذه المنطقة التي أيضا تبعد حوالي 33 كيلو متر عن الحدود التركية، وهي منطقة دعم لوجستي إلى قوى سوريا الديمقراطية وإلى بعض الفصائل التي هي متحالفة مع الجانب الأمريكي، كذلك في منطقة مطار المبروكة وكذلك قاعدة تل بيدر وتل أبيض. هذه المناطق جميعها تتواجد فيها القواعد الأمريكية، لكن تواجدها في هذه المنطقة ولمنذ 3 أشهر هو أكيد يثير الشك إلى أنها في بعض الأحيان قد تريد أن تحقق توازن ما بينها وما بين القوات الروسية التي لها قواعد في طرطوس وفي اللاذقية، لكن نشر منظومات بطاريات صواريخ الأفينجر على الحدود ما بين العراق وسوريا، وكذلك إرسال حاملة الطائرات جورج دبليو بوش إلى السواحل السورية، وكذلك نشر بطاريات لمعالجة الطائرات المسيرة، وكذلك نشر قاذفات الستينجر المحمولة على الكتف في جميع هذه المناطق المحاذية إلى دير الزور والحسكة. أكيد الجانب الأمريكي يعني في بعض الأحيان نقرأها إلى أنها تريد أن تضغط باتجاه جانب معين فيما يخص إيران، ومن جهة أخرى تريد أن تضغط بجانب معين باتجاه روسيا، وخصوصا بعد الاحتكاكات الجوية التي حصلت ما بين الطيران الروسي والطيران الأمريكي. إضافة إلى ذلك هي نشرت حامل الطائرات أيضا بالقرب من مضيق هرمز، وكذلك نشرت حوالي 2500 جندي في المنطقة ما بين العراق وسوريا والمحاذية إلى دير الزور من خلال الفرقة الجبلية العاشرة. طيب هنا أيضا قضية جدا مهمة، يعني نتحدث عن سعي واشنطن، واسمح لي أن أرحب بضيف الكريم أستاذ مخلد، ينضم معي السيد يعرب خيربك رئيس تحرير مرصد طريق الحرير عبر سكايب من سوريا. أهلا بك سيد يعرب. هل تسعى واشنطن لفرض واقع جديد على الحدود الحدود السورية العراقية، بمعنى أنها هل تريد السيطرة على الشريان الحدودي لقطع التواصل بين العراق وسوريا، وأيضا قطع خط الإمداد البري؟ نعم، مبدئيا بعد التحية لكم ولقناتكم ولضيوفك الأعزاء والمشاهدين، لابد من التأكيد بأن أمريكا أساسا يعني كان هناك أكثر من تقرير يؤكد بأن التواجد الأمريكي أهم ما يسعى إليه هو قضية عزل سوريا عن العراق، وبأن عزل سوريا عن العراق هو عزل إيران عن لبنان، هو عزل الصين عن المتوسط المياه الدافئة وعن أوروبا، بالتالي هو ضرب عدة مشاريع أمريكا تخاف منها هو بمجرد عزل سوريا عن العراق وتحديدا في منطقة البكمال على الأقل. اليوم الأمريكي يحاول أن يربط المنطقة من المثلث النفطي أو من المنطقة الشرقية باتجاه عقل التناف لإيجاد خط عازل من قبل مرتزقته الذين بدأ بدعمهم فعلا وبتجميعهم وبتجهيزهم. اليوم هناك العديد من هذه القوات تتجهز، ولكن بالتواصلات حقيقية وواقعية مع الكثير من المتواجدين في هذه المنطقة الشرقية، هناك تأكيد بأن جميع هذه القوات هي قوات غير قادرة أبدا على أي مواجهة حقيقية، وهي مجموعات تحاول أن تكون يعني أن تستمر باستلاب المال والدعم الأمريكي والمطامع، ولكن ليس لديها إمكانية، لأن تواجد الجيش السوري هو تواجد، أولا تواجد على منطقة في محيط الرقة، ثانيا تواجد هو تواجد تقسيمي يعني يخلخل الجسم الكامل إن كان لمجموعات قسد وإن كان لغيرها، بالتالي هناك تواجد في عدة مناطق تستطيع أن تكون يعني تنتشر كبقعة زيت في داخلها، لذلك هناك صعوبة كبيرة جدا لأمريكا أن تقوم بهذا، إلا أن هناك حشود إضافة إلى أن حشود أمريكية حتى في قواعدها، تم تعزيز قواعدها بالتنف حتى بصواريخ وبمعدات ثقيلة، يعني خلال الشهر الماضي
تم تعزيز قاعدة التنف وقاعدة القاعدة الموجودة في حقل عمر النفطي بثلاث أضعاف ما تم تجهيزه بها خلال العام الماضي الكامل حسب البيانات وحسب تقارير وحسب بعض المشاهدات أيضا في المنطقة. لذلك بالتأكيد هناك محاولة أمريكية لإشعال المنطقة في هذه المحاولة، كما أن هناك كلام بأن أمريكا بدأت توعز الكيان الإسرائيلي بأن يقوم بحرب في الجنوب حتى يستنزف زفخ وجيش السوري وغيره وتتواجد في هذه المنطقة ويخلو له المكان لملء الشريط الواسط بين سوريا والعراق. طيب هنا نتحدث أيضا تجاوزات الإدارة الأمريكية لأهدافها الرئيسة اللي كانت تلخصها بمحاربة الإرهاب، وأيضا ذهبت إلى الأهداف الإضافية المرتبطة بالجيوستراتيجية، فبالتالي هذا الأمر ماذا يفضح من وجهة نظرك؟ يعني هي تعتقد من وجهة نظرها أنها ما تقوم به هي جزء من محاربتها للعناصر الإرهابية داعش، وأن هؤلاء هذه المجموعات هي من تدعم داعش، هي من تمول داعش في بعض الأحيان ضد القوات الأمريكية، فهي في نهاية الموضوع هي تريد أن تلعب بأكثر من ورقة في هذه المنطقة وهذه البقعة الجغرافية. لكننا أكيد من خلال متابعتنا الهدف الرئيسي اليوم هي تريد أن تقطع هذا الممر التي تعتبره هذا هو الرئة الاقتصادية إلى كل من سوريا ولبنان، لأن اليوم محاربة داعش يعني أصبح بعد مقتل قيادين داعش الخط الأول والخط الثاني هم عبارة عن بقايا، وهذه البقايا ممكن من خلال مصادر المعلومات التي يتواجدون فيها في البادية السورية أو في شرق الفرات يعني يمكن ملاحقتهم وممكن يعني تنفيذ عمليات، وشهدنا الكثير من العمليات تقوم بها القوات الأمريكية ضد قياديين أو عناصر داعش. لكن أنا أرى من وجهة نظري أن الهدف الأساس هو بعدما وصلت معلومات يعني أنها هنالك أيضا حشود عسكرية من فصائل مقاومة قد استوطنت في منطقة دير الزور، وهذه الفصائل هي قدمت من إيران ويعني استوطنت في هذه المنطقة في قبالة القواعد الأمريكية، وقد تم نصب مدافع وتم نصب أيضا أسلحة ثقيلة في هذه المنطقة، فهي أكيد تريد أن تجعل ضمن قوة توازن تواجدها في هذه المنطقة وأن تحمي هذه المنطقة من خلال نشر هكذا أسلحة ونشر هكذا أعداد من القوات الأمريكية. وأكيد هناك يعني في الفترة السابقة هناك معلومات عن طيران مستمر من قبل قاعدة عين الأسد في العراق إلى داخل الأراضي السورية، طائرات الشينوك أو طائرات C-130 أو C-17، هذه الطائرات التي هي مختصة بنقل الأفراد ونقل المعدات يعني تخرج من قاعدة عين الأسد إلى داخل الأراضي السورية، وهي أكيد لديها أكثر من قاعدة تستطيع أن تهبط بها هذه الطائرات. طيب يوم أمس سيد يعرب كانت هنالك زيارة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الجمهورية الإسلامية، وأعلن من هناك عن ضرورة انسحاب واشنطن، وهذا الموضوع أجا كدعوة قبل أن يجبر على ذلك ما أمكانية أن يترجم ذلك للواقع سواء الدعوة أو الإجبار قبلها يرحمكم الله. نعم حياكم الله، شكرا لك. عمليا التنسيق السوري الإيراني، التنسيق السوري العراقي الإيراني، تنسيق حلف المقاومة بالكامل يعني بدأ يشهد تصعيد وبدأ يشهد تشبيك على مستويات أعلى المستويات. يعني الزيارات الأخيرة من الرئيس الإيراني حتى إلى سوريا وغيره، والعودة أيضا إلى الزيارة الأخيرة من وزير الخارجية السوري، هناك الكثير من النقاط المهمة على مستوى المنطقة بالكامل. اليوم هناك تحضير لتغيرات كبيرة ومهمة، الجميع ينتظر اليوم ما سوف يكون في بريكس القادم. هذا الاجتماع سوف يكون له تأثير على إعادة صياغة المنطقة بالكامل. العالم بأجمعه يتحضر، يتجهز، يتسلح، يستعد لحرب قادمة، وقسم يستعد لأن الاستعداد هو الطريقة الأمثل لمنع الحرب. اليوم
مخاوف الحرب عالمية من جهة، في إقليمية في المنطقة من جهة أخرى، هي مواقف واقعية وحقيقية. الدليل عليها ليس فقط التقارير أو التحاليل السياسية وغيرها والتهديدات، الدليل أيضا من جهة أخرى عندما ننظر إلى بيانات البنك المركزي الدولي وتوجهات السوق العالمية من ارتفاع أسعار الذهب على الدولار، يؤكد بأن هناك مخاوف عالمية من أي عمل اقتصادي وأي مشاريع كبيرة. تراجع البنوك الهادفة إلى الاستثمارات الكبيرة الاستراتيجية، وتطور بنوك الأسلحة والبنوك التي تعتمد على مشاريع أقل استقرار، هذا يؤكد بأن مخاوف الحرب قائمة. لذلك هذا التنسيق اليوم بين سوريا وإيران، سوريا والعراق وإيران، حزب الله سوريا العراق وإيران، حتى فصائل المقاومة في فلسطين، هو تنسيق أساسي اليوم وضروري، وهو لا يتوقف أبدا. هناك قادم يحتاج إلى الكثير من الاستعداد، وأنا أعتقد بأن جميع قوى المقاومة هي على أتم الاستعداد. هناك ضرورة كبيرة، يعني كما تفضل ضيفك الكريم منذ قليل عن القوى المتواجدة من قوى المقاومة، بعضها عراقية متواجدة في الشرق السوري، بدأت تتجهز كقوى مقاومة للدفاع، هي قوى فعلا موجودة ولها وزنها. وبالنسبة لحديث داعش وربطه بحديث ضيفك الكريم، لابد من التذكير بأن قوى الحشد الشعبي العراقي إضافة إلى قوى عراقية وقوى السورية، جيش سوري، قوى رديفة، منذ 4 سنوات قامت بتمشيط كامل للبادية، وأعلن انتهاء قوى داعش في المنطقة. أين بقي هناك داعش في سوريا؟ هناك فقط نقطتان في محيط القواعد الأمريكية في سوريا. ليس هناك داعش اليوم إلا في محيط حقل التنف وفي محيط المثلث النفطي، أي حيث القواعد الأمريكية. أمريكا تحارب داعش، لا يوجد داعش إلا في محيط أمريكا، في حماية أمريكا. ولطالما كان طيران سوري عندما يتم اشتباك يحاول أن يتقدم لضرب مواقع داعش، كان يرد الأمريكيين وكان يهددون بأن هذه خطوط حمر ممنوع الاقتراب. حتى الروس أكثر من مرة توقفوا عن التقدم، لأنها كانت خطوط لمنع اشتباك تم اتفاق بينها روسيا وأمريكا، وهذه الخطوط لا تحمي إلا داعش. اليوم داعش لا يعيش داعش، بس عرف لي داعش من جديد إلا في محيط. أستاذ يعرب، يعني نعم. داعش بصفة الرسمية أم تحشيد عناصر وفق مسميات متعددة؟ هي عناصر مسلمة متعددة أولا، وثانيا داعش بشكل رسمي، يعني مخيماتهم التي تحميها أولا. ثانيا إذا كنا نتحدث عن أي بيانات خرجت وجرائم تم ارتكابها ضد الجيش السوري وضد مجموعات وأهالي، هي مجموعات متواجدة بشكل رسمي وبشكل فعلي في محيط قاعة التنف وفي محيط المثلث النفطي وفي منطقة الشدادي. طيب. عمليا يعني أي حتى من يعارض كلامي أتحداه أن يقول لي أن هناك تواجد لداعش بعيد اكثر من 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 40 كيلومتر عن القواعد الامريكيه. ليس هناك اي تواجد لداعش في سوريا، لا داعش رسميا ولا داعش ان كان قوى حاضنه واخرى تم تغيير اسماءها. يعني تم سحب من مخيم الهول ومن مخيمات داعش اكثر من 4000 مسلح في العام الماضي، وتم تحويلهم الى ما يسمى هذه القوى التي تحارب امريكا بها، قسم في غيرها، وهم يدعون محاربة داعش. هذه العناصر تم سحبها في العام الماضي وتوجهت إلى قوى تابعة لأمريكا في محيط المثلث النفطي وحقل التنف. ليس هناك داعش في سوريا ولا حتى مقربين من داعش إلا تحت عنوان 50 كيلومتر في محيط القواعد الأمريكية. خرج منها ليس هناك داعشي واحد، حتى إن كانت تقارير لا أوروبية لا غربية لا معارضة، أتحدى أن يكون هناك تقرير واحد يتحدث عن داعشي خارج الحدود محيط القواعد الأمريكية. طيب، هنا أكو نقطة أخرى أيضا أستاذ مخلد يجب أن نتحدث بها، وهو التواصل السوري التركي لإحداث اتفاق يقضي بانسحاب القوات التركية من الشمال السوري، وهما قد يعني بطبيعة الحال تفكيك الجماعات المسلحة تلقائيا، سواء التي أشار إليها السيد يعرب أم بعض الجهات الأخرى. هل هذا التحشيد الأمريكي في هذه المنطقة هو يأتي ضمن مساعي لإيجاد البديل على عن القوات اللي راح تنسحب؟ يعني بالتأكيد سوريا تركيا يعني هي تحاول أن تكون هنالك قوات نظامية قرب الحدود
تابعة لها. لذلك هي ترى أن من يسيطر اليوم على الحدود بالقرب من الحدود التركية هي قوات غير نظامية، سواء قوات سوريا الديمقراطية أو قوات المعارضة السورية الذي يتواجدون في هذه البقعة الجغرافية والقريبة من الحدود التركية. فجميع الحوارات اليوم ما بين الجانب التركي وما بين الجانب السوري هو يفضي أنه يجب أن تمسك هذه المنطقة من قوات نظامية سورية كبادرة ثم الخوض في باقي المباحثات. لكنني يعني أرى أنه الجانب الأمريكي وجوده في هذه المنطقة وحماية ودعم قوى سوريا الديمقراطية في هذه المنطقة يعني من الصعوبة أن يتم استبدال هذه القطاعات بتلك القطاعات. يعني في بعض الأحيان قوى سوريا الديمقراطية ترى أنها من الأفضل لها أن تندمج مع القوات السورية النظامية في مسك هذه الأرض، لأن القوات الأمريكية في كثير من الأحيان تخلت عن قوى سوريا الديمقراطية سواء من قبل فيما يخص الدعم اللوجستي، الدعم المادي وكثير من الأمور. فتصل قوات سوريا الديمقراطية إلى مرحلة اليأس في مسك هذه المنطقة المتخمة بعناصر عناصر داعش المتواجدين سواء في مخيم الهول أو في السجون الأربعة والخمس سجون في هذه المنطقة. فلا نعلم يعني حقيقة ما هي النظريات الاستراتيجية للمرحلة القادمة فيما يخص المنطقة المتاخمة ما بين الحدود السورية والحدود التركية، لكن أمريكا هي تحاول اللعب على هذه الأوراق لأن هي تريد أن تضع موقف حرج مثلا لسوريا باتجاه تعاونها مع إيران، تريد أن تضع نقطة حرج بالنسبة لروسيا وتواجدها في هذه المنطقة ودعمها إلى إيران ودعمها إلى باقي الدول التي هي تعتبرها أمريكا مناهضة لها، خصوصا بعدما زودت أوكرانيا بالقنابل العنقودية وبدأ استخدامها في الأراضي الروسية. يعني بدأت أمريكا تضغط في هذه المنطقة، ممكن أن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة أحسن. نزاع روسي أمريكي في مرحلة من المراحل أحسن. القادمة. الأستاذ مخلد حازم الخبير الأمني أثريت الحوار في هذا الملف، شكرا جزيلا لحضرتك ضيفا كريما في الأستوديو، وشكر الكثير لحضرتك السيد يعرب خيربك رئيس مركز تحرير مرصد طريق الحرير، حدثنا عبر سكايب من سوريا. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.